خسرها بالشوط الماضي. صالح بن حمضه للطلاب الفيدي، تهانينا والناموس لجميع الفايزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين، ومنه دائما ودوما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. التحية تتجدد من هنا من هذا الميدان، عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، وفي هذه الصباحية الجميلة من انطلاقات سن الكبار وسن الحول التي تنطلق في هذا الصباح الجميل وشوطنا الخامس وبداية جولتنا الثانية التي انطلقت قبل قليل حاملة انفطياتها وكشوفاتها البكاء الحول المحليات الأصائل. نتمنى التوفيق لجميع الشعارات. هناك مع المركز الأول مع الصدارة الأولى، هناك مياسة اللي على المركز الأول تتقدم على راس حربة هذا الشوط بشعار سيف بن عيضة بن هلال المزروعي الذي يتقدم على المركز الاول ويقدم لنا هذا الشعار. اما ثاني المراكز هناك العزرة لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. ثالث المراكز وصلت هناك عجائب، بدأت عجائب في هذه اللحظات، الناصر بن عبيد بن سالم المزروعي يتقدم على المرتبة الرابعة في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هناك شواهين الناصر بن محمد آل سالمين المنصوري الذي يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات الجميلة، بينما نقل إلى خامس المراكز من بدأ على المرتبة الخامسة وتقدم في هذا الأداء الجميل هي المتقدمة مع تحديات جبار الحميد بن حميد بن دبيلة المنصوري. اما سادس المراكز وصلت هناك الظفرة، تقدمت بشعار علي بن فرج بن حمودة الظاهري الذي يتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع سابع المراكز مع هناك شاهنية لحميد بن محمد بن حمودة الدرعي المتحرك بالامال الجميلة، والنقلة ايضا الوصول على تاسع المراكز مع الشمالية الواصلة مع محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي، والوصول ايضا هناك مع انطلاقة وتحديات الظفرة المملوكة لعوض بن مظفر بن خموش العامري من وصل وتسلل ضمن الاسماء الواصلة والمتحركة. اذا متابعينا الكرام مستمعين الافاضل، ها هي الاسماء العشرة الاولى المتقدمة في تحديات شوطنا الخامس، ولكن دائما نعود الى المركز الاول ونعود الى صدارة هذا الشوط لنتعرف على المتقدمات حتى هذه اللحظات. ولكن ما زالت هناك مياسة تتقدم على رياسة هذا الشوط، تاتي بشعار سيف بن عيضة بن هلال المزروعي متصدرا على المركز الاول متقدما على راس حربة هذا الشوط مع سيف بن عيضة بن هلال المزروعي. ركز يا راعي مياسة وخلك في الصدارة. هناك بالمركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت العزرة لمحمد بن عبيد بن يزرب العامري يتقدم على المركز الثاني، يقدم لنا هذا الشعار نقلتنا الى عجائب التي بدأت هناك تتقدم على المركز الثالث ناصر بن عبيد بن سالم المزروعي، بينما المركز الرابع شواهين تاتي مع المركز الرابع الناصر بن محمد آل سالمين المنصوري يتقدم في هذه اللحظات الجميلة، يقدم لنا هذا الشعار الممتاز بالمركز الرابع، بينما النقلة إلى الشمالية بدأت الشمالية هناك بالمركز الخامس في هذه اللحظات المملوكة لمحمد بن
بن عبد الله بن محمد المزروعي. اما سادس المراكز وصل الشعار العناوي، وصل العملاق العناوي مع الضفرة، عوض بن مظفر بن خموشة العامري على سادس المراكز. بينما سابع المراكز من تحرك بالمرتبة السابعة واتى في هذه اللحظات هي الشاهنية الحميد بن محمد بن حمود الدرعي، متحركا على المرتبة السادسة في هذه اللحظات او المركز السابع. بينما المركز الثامن هناك على المركز الثامن في هذه اللحظات جبارة الحميد بن حميد بدبيلة المنصوري يتحرك في هذه اللحظات على المركز الثامن. بينما تاسع المراكز وصلت الضفرة، وصل هذا الشعار الجميل مع الضفرة علي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري الذي يتقدم في هذه اللحظات بالماضي المشرف والحاضر الجميل. بدأ بالهجوم على المراكز الاولى المتقدمة والوصول ايضا هنا في هذه اللحظات الجميلة هناك من الشاهنية العلي بن مصبح بن ساري التبي. ولكن نعود الى المركز الاول، نعود الى صدارة هذا الشوط، نعود الى مقدمة هذا التحدي الجميل مع الشعارات المشاركة. والرقص دائما يحلو مع الكبار، يحلو مع هذه الاسماء الجميلة، هذه الأسماء التي صارت وجالت في عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. الله الله الله، ما زالت مياسة، ما زالت مياسة على الصدارة. على المقدمة لسيف بن عيضة بن هلال المزروعي، ما زال مركز سيف على الصدارة على المقدمة حتى هذه اللحظات الجميلة. ولكن ركز سيف، الجماعة واصلين المتحركين على المراكز التالية. هناك وصلت العزرة، تقدمت العزرة في هذه اللحظات لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، ياتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات. اما ثالث المراكز وهناك عجائب، عجائب الواصلة، عجائب المتقدمة بالشعار ناصر بن عبيد بن سالم المزروعي، ياتينا في هذه اللحظات ويتقدم كما تقدمت شواهين. مجموعة من الشواهين يمتلكها ناصر بن محمد آل سالمين المنصوري، ويقدم لنا شاهنية من هذه الشواهين. اما المركز الخامس فهناك الشمالية، الشمالية الواصلة بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن قديم المزروعي الواصل على المركز الخامس في هذه اللحظات. وسادسا وصلت الضفرة، احذركم من الضفرة الواصلة في هذه اللحظات بشعار علي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري، الشعار الاقتصادي الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ياتي بالحاضر الجميل وياتي بالماضي المشرف ويتقدم في هذه اللحظات الجميلة على المركز السادس. بينما سابع المراكز الشاهنية الواصلة، الشاهنية المتقدمة لحميد بن محمد بن حمود الدرعي الواصل على المركز السابع. بينما المركز الثامن تحركت الظفرة لعوض بن مظفر بن خموشة العامري، وياتي ايضا تاتي الشاهنية العلي بن مصبح بن ساري الكتبي، ايضا ياتي ضمن الاسماء الواصلة والمتحركة والاسماء متقاربة، الاسماء متقاربة والشعارات كلها قوية، كلها قوية يا متابعين. في شوطنا الخامس هناك من ينطلق في هذا المسار الجميل والمسافة الماراثونية، تقاربت الأسماء وصل الشعارات. بدينا بالمنعطف الأخير يا متابعين يا مراقبين، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط مع مياسة اللي على المقدمة، مياسة بشعار سيف بن عيضة بن هلال المزروعي. ولكن العزرة، العزرة المتحركة لمحمد بن عبيد بن يزرب العامري تتحرك في هذه اللحظات وتتقدم في هذا المسار، وتاتي ايضا هناك هذه الأسماء.
وتقدمت على المركز الثالث الشمالية لمحمد بن عبد الله بن محمد المزروعي. الله يا شواهين الواصلة بالمركز الرابع ناصر بن محمد بن سالمين المنصوري، والوصول على المركز الخامس هناك الشاهنية حميد بن محمد بن حمود الدرعي والظفرة المتحركة بشعار علي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري. الله الله يا هذه الشعارات يا هذه الأسماء القوية والجميلة. هناك مع انطلاقاتها وتحدياتها تحركت الظفرة، عوضنا مظفر العامري، ولكن العودة الى المركز الاول الى الصدارة الاولى الى مقدمات هذا التحدي. مياسة على الصدارة على المقدمة، سيف بن عيضة بن هلال المزروعي، ولكن الظفرة الظفرة المتحركة بشعار علي بن فرج بن حمودة الظاهري، والتقدم من الجانب الاخر من الشمالية محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي. اللحظات الاخيرة اللحظات الحاسمة، والظفرة اللي على الصدارة، الظفرة اللي على المقدمة على المركز الاول تاتي بهذا الشعار، ولكن طارت الشمالية، طارت الشمالية في اللحظات الأخيرة تحقق هذا الإنجاز، تحقق هذا الفوز بشعار محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي الذي ينطلق في اللحظات الأخيرة والحاسمة. تهانينا والناموس الملك الشمالية محمد بن عبد الله بن محمد بن قديم المزروعي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني طفرة، هناك علي بن فرج بن حمودة الظاهري، بينما المركز الثالث وصلت مع الظفرة عوض بن ظفر العامري رابع المراكز. وصلت على المركز الرابع هي مياسة سيف بن عيض بن هلال المزروعي، وخامس المراكز وصلت هناك العزرة محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. اذا متابعينا الكرام مستمعين الافاضل شاهدنا تحديات هذا الشوط، ومن فاز بناموس هذا الشوط هي الشمالية محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا على هذا الانتصار والفوز الجميل. بينما وصلت على المركز الثاني الظفرة، هناك التوقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس المالك الظفرة علي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري. بينما المركز الثالث وصلت هناك بانطلاقتها الظفرة 13 دقيقة 14 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية. تهانينا المالك الظفرة عوض بن مظفر بن اخمشح العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.